فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي يحضر زوجته وبناته لأماكن الاختلاط والاحتفال، الذي يحضر زوجته وبناته لأماكن الاختلاط والاحتفالات التي فيها اختلاط، ماذا يقال عنه وبماذا ينصح وفقكم الله؟ قالوا له إنه فاعل لمنكر وخائن لأمانة النساء التي يعولهن، أنهن أمانة عنده، يجب أن يربيهن وأن يبعدهن عن مواطن الشر، وهن أمانة عنده وهو راع عليه وراع على نسائه، لا يجوز أن يذهب بهن إلى موطن السفور وموطن التكشف وموطن المعاصي. نعم. والله تعالى.